ربي اقبل علينا. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والذكر والفكر أوصلهم إلى ساحتي ومساحتي ورتبتي ومكانتي وشريف مناجاة للملك القدوس. ينادون ربهم جل جلاله، وهو عطاء عظيم يعجله الله للصادقين في الدنيا قبل الآخرة، ويعاقب بحرمانه من تولى عنه جل جلاله. قال بعض الغافلين الفاسقين في بني إسرائيل، وكان عنده علم ما عمل بعلمه، وقال إني عصيت الله ما رأيت عذبني بشيء. أوحى الله إلى نبي في ذاك الزمن، قل له إني عذبتك من حيث لا تشعر، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ ألم أحرمك لذيذ مناجاتي؟ قال أنت معذب، من تداري بعذابك؟ حجبوا وحسبهم الحجاب وعذابوا، يا ليتهم سمعوا النداء فأجابوا.